هاد السفيفة الحاج خديت منها 260 متر مزيانة. ايوا شوفي الجعب ديال الحرير كي جاوك. هادو خديت منهم 200 جعب حتى هما ماركة مزيان. ولا قادة سيدي راه داكشي اللي كيعجبك انت. هادو خديت منهم 6300. شوف شي هاد الوان هاد انتوما ديما مبخرين مالكم خانزين. انت هكاك الساعات سمع انتيا قالت لك الحاجه كريمه طلعي عندها دركا 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 سمعتيني؟ سمعتك. سيري انا جايه. ها سيري انا جايه. ها ومصيبه هادي سيري. ها هو هذاك اسمح لي الحاج نطلع نشوف الحاجه ونجي. الحاجه ياك لاباس شنو واقع؟ وجدي راسك غتمشي دابا لطنجه. علاش ياك طنجه حتى نهار السبت؟ ايوا لا البرنامج تبدل ما عندنا ما نديرو. شنو هما اللي عيطو؟ ايه الحاج كبداني براسو قال لك بغا 30 بياسه من الخياطه القديمه والجديده. وتلقى راسك الله يخليك دير السلعه في الطوموبيل باش ما يمشيش عليك الحال. واخا انا غادي نهبط نجمع السلعه وناخذ الساك ديالي. لالا ها 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 باقا حتى لهاد الوقت هنايا؟ ها كتصنتي القاعده هي القاعده. هلا انا غنجمع حوايجي باش نمشي للحمام نسخن عظامي شي شويه وها غدا وبعدو اما غنجيش نمشي نشوف خالتي في الدوار ومشي بلا رجعه. هنيتيني حتى انا ما غنرجعش عندك. الله يشويني فيك. ما نسيتش عندك سوالتي ديال البيرو؟ لالا كريمه هادو عير ديالي ديالك انت غادي يكون بقاو عند الخدامه. معليش المهم ما تنساش سلمي على خويا الحاج الكبداني السوالت غنصيفط شي حد يجيبو من عند ديك المسخوطه. كوني هانيه مرحبا بسلامك. السلام. ما عندي ما نتسالك جيتي في الوقت. امبرا واحد الحاجه لاباس عليها وكتبلغ لك السلامه سيد الحاج. سيد الحاج ياك لاباس ما عجبتينيش. لا والو غير
مشطون بشي ناس غادي يجوا عندي من اسبانيا. هذا علاش شتغلت شنو تصربي بلا ما نعذبك اسيد الحاج؟ ما كنتش معلومه دابا يلا خصني ندخل عاوتاني للرباط. شحال جبتي معك من البياسه؟ داكشي اللي طلبتي 35 بياسه مخلطه فيها الخيطه البلديه والخيطه الروميه. مزيان مزيان. وجبتي معك الشك؟ الحاجه ما عطاتنيش اسيد الحاج، ولكن المره الجايه ان شاء الله نجيبهم لك بجوج بيهم. واخا المره الجايه جيبي معك الشك. اين هادشي؟ انا غنشوفو مع الحاجه. سيد الحاج انا يلا نمشي دابا هاد الساعه نقبل الطريق. اندرا واحد الحاج كيداير؟ الحاج هو الحاج لا توليا وعويناته. الله يهنيك هاد الساعه سي الحاج. السلام عليكم. الله يخليك اخويا واحد القهوة خفيفة حطها لي هنايا. الله أشريفة أشريفة تسني تسني شوية سيدي خلعتيني. خديتها لك السيمانة اللي فات نسيتيني؟ حقا نسيتك ولكن برافو عليك تصويرة زوينة. هذيك الصورة خديتها لك بلا ما راك دير هذا الكاسكيط عاطي. أييه دابا تفكرتك بلا ما راك أنت عطيتك 20 درهم. أييه وما كانش عندك الصرف ومشيتي وبقات عندي 10 دراهم. ودابا غناخذ أختي واحد الصورة باش المرة الماجية مني تجي احنا ناضين. لا انا مسوقه فيك مزروبه وما عنديش الوقت وما مستعداش. ما يمكنش راه الصوره اللي ما كنتيش مستعده ليها كتطلع زوينه. انت ما تحركيش غير هنا. يا الله سيدي حنايا شوفي عندي ما تحركيش. قول لي شنو سميتك؟ اسمي سليمان موثق ذكريات. هاك سي سليمان شوف غتصيفط لي في هذا الايميل هذا. صافي الله يعاونك. الله يعينك اسيدي. أخبار حرب الطرق لا زال النزيف مستمرا. هذه المرة حادثة سير مقترنة بما في تهريب الكوكايين، حيث وجد رجال الدرك الملكي عينات من هذا المخدر بمسرح الحادثة، غير أن الملفت للنظر هو عدم وجود السائق أو من معه. وبالعودة إلى أرقام السيارة، أكدت مصالح الدرك الملكي على أنها مملوكة لنادية بن علي وهي مغربية الهوية. وفي تقرير مشترك للهيئة العليا المشتركة لمحاربة المخدرات بكل أشكالها،
توصلت القناة الأولى بشكل أكد على أن ورغم جهود الدولة المغربية في محاربة مخدرات الطوموبيلة ديالنا محليا المخدرات القادمة من خارج الوطن هذا بنت الحرام غادي تجبد علينا المحل بشباب هذا الوطن. نهاية الأخبار، أتمنى لكم أوقات طيبة مع باقي برامجنا على الأولى، والسلام عليكم ورحمة الله. ألو بوطاس، سمع مزيان اش غنقول لك. سمع مزيان، السلعة غادي تخويها من المحل دابا، قلت لك دابا. يلا مشكلة هذي، بغيت نعرف علاش مقلق. ما تخسرش لنا الجلسة، شرب كاسك. هذيك مات الحرامي إلا مشات تشدات راه غادي نوليو فيران في المصيدة. وحنا مالنا؟ هذاك العوار هو وصحابو راه ما غيرحموناش. ماشي خليك تشوف راس ياك نادي غير سكرتير عند اختك، والطوموبيل ديالها طب راسها اولا لا كبداني. هذا هو قانون اللعبه زعما، ولا نسيتي؟ شرب شرب كاسك. حسنا، انا كنشوف ان كل شيء غادي يرجع عليا في الاخر. هذاك العوار كيعرف بلي نادي خدام عند اختي، خاصني ندير الحل في اقرب وقت ممكن. شويه عليك، عيط للحاجه بعدا نعرفوا شو واقع ويحن الله. يلا الكبدان. حاجة ديال الذهب شرا مبقاش لاموط. الناس حليب سحليب كنظن هذه هي سبب الجريمة، الكوكايين. ممكن صوب هادشي بيرو تنسي حليب. ميمكنش، غادي نصادف بيرو. بسلامة. احتراماتي سيد العدل الممتاز، الملف ديال القضية. العنوان ديال السيدة مولات الطوموبيل راه عندك في ملف. هاد الشبكة يدها طويلة،
وبغيتكم تكونوا فايقين، واللي كيهمنا هو راس الحربة. الله يعاونك. احترامتي سيدي العميد ممتاز. شكون انت؟ انا كونسييرج ديال العمارة، كان زون سيرفيس ابري لا غير. كتعرف نادية؟ نادية نادية اللي فرقم 8. نادية بنت السيد العربي النقاش الله يرحمها روح، كان صديق ديالي في الكيرة، ما كنتش كنتفارق انا وياه، راس نيطون واحد. شوف الشريف، نادية اللي فرقم 8 واش ساكنة بوحدها ولا ساكن معها شي حد؟ ونكتب عليك، النهار مات المرحوم وهي بوحدها. هاد السيد هذا فكرتو فيه صديق ديالي الله يرحمها روح، ما كنتش كنتفارق انا وياه، كان البلاط والكور كينزل علينا بحال الشتا، واحد البراط تلاح من الباراشوت تهرس. شوف راه لو كان ما تهرسش يكون راه باقي حي. لما انت تعاود زابورك يا داود. باتوا هنايا ما تهوتش عليا تلعب برك في الطابلة. اش كاين؟ بغيتيني نعس تا دارو زلقة جاي تقعدو. شحال هادي ما شفت الدم. زريقة بغى يشوف الكبداني مبرز في القعدة. شكون اللي قال لكم ديروا لي هاد الحالة؟ الكبداني رجل معقول وثقة في السلعة. سي راه ليه اللي راني قلته راهي ما عرفت. إلا ما عرفتيش انت شكون اللي غادي يعرف؟ انا ما عارفش شنو جاري وشنو مقابلنا. ما اسمعني، السلعة في السماء تهبط في الأرض طلع. أنا بلا شك شي حد بغي يغرقني. وش عيب الله سنين هذه وأنا خدمتكم، وش عمركم حصلتوا عليا شي حاجة ولا غير اليوم؟ أنا هاد الزابور ديالك ما غاديش ينفع معايا. السلعة تحضر ولا البحر، اختار. شوف انا راه ما عندي سلعه، راه ما عندي فلوس، اختي وراجلها راه تقتلوا في هذه القضيه. انا براسي قصدي نعرف شكون اللي دار هذا الشيء. انا ما كتهمني لا اختك لا راجلها، اللي كيهمني هو سلعتي ترجع. شوف هذيك خيتي تكون خدامه عندك ولا عند اختك، انا ما كيهمنيش. اللي كيهمني هو تحضرها. كيفاش شغلك هذاك؟ غير اش من رباح عندي انا باش نسقو. هذيك خيتي راه
لعبت بينا كاملين، لعبت بينا حنا كاملين. انا حتى شي واحد ما كيلعب بيا، فهمتي؟ شماتة ديال الخلط ضحك عليا، انا حتى شي واحد ما يضحك عليا. ديوه بلاتي. لا اسمع، اعطيني غير اسبوع، اسبوع واحد وتجيب لك فلوسك كاملين وبالزيد وتتعاوني وقرابك. انت تجيب لي فلوسي؟ ها الشماته ديال الخلا تجيب لي انت فلوسي؟ 3 مليار منين غادي تجيبهم؟ منين واش غادي تخدم انت؟ هو كان خدمت معك سنين وانت عديتها وليت تقول لي كان انا كان انت كان انتي والكلب رمي في البحر. ياك اضرب ياك ايه لا 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 ما تقتلوني ما تقتلوني لا. أنا في البيرو ولا سمو شي حد شي سكانير كيبين باللي عندها ضربة في الراس نتيجة للحادثة. المهم عندي أنا دكتور، هو الذاكرة ديالها تبقى خدامة زيادة على الضربة اللي عندها في الراس. المريضة تناولت واحد المخدر مفعوله قوي حيث عنده قوة خارقة في إعاقة بعض الوظائف الأساسية في الدماغ. بحال كيف كيمكن يكون هذا غير مؤقت؟ المهم ندير مجهودك يا دكتور، كتعرف بلي هي عندي أساسية ومهمة في القضية. مادام أنها مرتبطة بقضية غادي يكون عندها اهتمام خاص. حاجة الفيلا ديال المرحومة كريمة دابا الفيلا تاع ديالك خلتك كل الحوايج قسما بالله ناض عليها الصداع والنوطير فديت لك معاه سكعت في السيني. الله يعطيك الخير ديال الحاجة. شوف أي تمصيرة خاصك أنا موجود في القهوة. الله يخلف ديال الحاجة. سلامة. فين الشيء؟ فين الحجوم؟
انا البكري بخير بخير صباح شتك عصر في هاد القهوه كلاش عاودي على الروتين ديال الخدمه وصافي اش من الروتين واش باغي تكذب عليا انا لا عارفك ما تتقلش في القهوه وخا يخلص عليك الواحد دابا قول لي علاش عصره دابا انت شنو واش برقا قول لصاحبي شنو راني دفعت الاستقاله ديالي من الصحافه علاقتي بالصحافه ولات هي هاد الجورنال تنقرا واش سيدي الا بغيتي تعرف غير ديك الدريه اللي دارت كسيده وتصب عندها الكوكايين في الطوموبيل جالس انا في الكلينيك وحنا صارين على راحتها دابا قول لي علاش عاصرين اولا حفظت الذاكره ثانيا حيت هي المتهمه الوحيده عندها في القضيه ثالثا باش ملي تخرج من الكلينيك نكملوا مع التحقيق شنو ارتحتي ولا مازال اش غنقول لك الله يشافيه والله يعفو عليك حتى من هاد القهوة خوك راه قلبها بيع وشرا دابا نمشي نطبر على راسي الله فراسك وي عبد الله مسيت تو مادري كواندو تي باريا te quito al mundo corazón cara su vez no para amar segundo corazón ya no te dio para amar segundo tu الله ينصرك الله يعز بك الله هو اللي غيجازيك شكرا الحاجة الله يحفظك الله يعز بك عز 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 الحاجة عز 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 الحاجة عز ما حالك You'll always be the one for me, baby, but I'm feeling you. And at that time we dealt with it, this time I know we'll see you. You'll always be the one for me, baby, but I'm feeling you. What you say or what you do, the time has come for us to see this through.
هاد الوراقات. داكشي اللي عطاوني. والله باقي حتى تيرجيك فهاد لابواط بالله. داكشي اللي عطاوني الصاروخ. جبدي ولا جبد؟ راه ما درتهاش بالعين. الصقوا لي في. انا اللي غادي نلصقك. فهمتيني؟ ما باقيش دير معايا تقوال. و يلا معنا اختي وعد ما سختيش بلا بوان. لا لا غير سير انا راه ما مسالش. يلا معنا وعد يلا اختي تما خلينا من مجموعين انت ما فيك هضره بزاف. وحميد انا الخدامه مع صحاب البليه وهنا فين كيتجمعوا ليا. انت خلي الصطا باش يطبوا على راسها صاحبي تمام. يلا الله يعاونك وعد حدي راسك وانتوما اللي حداو ريوسكم. انت خاصك تحدي راسك راه كيديروا هاد اليوم باش مشيو طاحوا عليك مسخوطه. المهم انا غدا غادي ندوز عندك باش تبري على اللعيبه. ما مسكت رجله من الطوخ وصافي القوق دازو ليا في دماغي. طلع طلع يا دسطا. يلا الله يعاونك. تهلاي تهلاي حنان تهلاي في مراد هادي حماقه. انا على البيضة مزيان شوفي حياتي غامليك وغام حالي مستفوش ألف دون ودا أتحصب دورة الكل غير خاطرك ما كيش لايفو تلاتوز ديال ومتخمم شصات كل واحد ديال وعر وعر البيضة يمكن أنا اللول أنا اللول غادي يبدا. لا أنا اللول أنا خامزة والبيضة منام والبيضة منام. بازار عزيز صافي عبيت تربلي ليا تما طلعي. الو صباح الخير هذا مقر الجريده.
الله يخليك دوزي لي الصحافي عدنان. ما كاينش. هو غير متعاون. واخا الله يخليك عطيني الرقم ديالو. شحال؟ بارك الله فيك. الو صباح الخير. سي عدنان، انا بشرى صحفيه. الله يخليك الا كان ممكن نشوفك. الو سعود، داكور ميرسي. لا هل تكون انت هي بشرى الصحفيه ولا لا؟ بلا ما كنتش انا شنو غادي ندير؟ غادي نانولي الرونديفو ديالي معها وغنمشي معها. بلا ما كنتيش انت هو عدنان غنانولي الرونديفو ديالي وغنمشي معها. بشرى بقى حتى لدابا ما غاتيريش القضيه اللي هضرنا عليها في التليفون. دوزي تشرب باقي الحال. قلت لك انا صحفيه معتمده من طرف واحد المجله خليجي كبناصر المره، وملي قريت الخبر اللي كتبتي على واحد السيده متعامله بالمخدرات كتعالج في شي كلينيك. واحد الكلينيك انا اللي كتبت واحد اخرى بحال هادي. انا علاش ما نتصلش بيك تعاوني ندير معاها ستي شو بخاطر صعيبه. ومن بعد المجله غتصنع فيك. نقول لهم الصباح دابا المجله كاينه التطويره والتغريه وانا وياك حتى غنتلاقى. انا غادي نتصل بيك وغنديرو جلسه. راه تاني العنوان. راه تاني ولكن شوفي ردي بالك راه حاضين على البوليس. علاش ما نرتاح لك؟ هاك كتبوا لي انا.
كون هاني نعمس. قيادنا بجوج بوليس. انا على خاطري انا راني خدام صاحبي. عتقلي اخويا عتقلي بشي خمسه طوزات عندي شي قبل قبل ساعه فيا. الله 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 شي خمسه طوزات وهادي هما الفشل كامل. شنو بغيت شي بلان اخر ولا شنو هذا؟ بغيت لا بلان لا والو صافي ياك خد هادو غادي نزيد من بعد نجيب الكاسك. خلصني تخلصني من السلسله ديال امك ديال خالتك. باغي تشريها ليا صافي بانو السلسله ديالي يا صاحبي. هاد السلسله هادي ماشي ديال خالتي وديال التعبان. خاصك بلا تفوت صافي غادي نجيب لك كاسك. الله يحفظك. شوف هاد المره غادي نغمض عيني مره اخرى ما نتفاهمش معاك فهمتيني. هاك شد دير بروميير ماشي السلعه ديال الشينوا. صافي صافي غير سير. ودابا مفضل عليا هاد الكفته هذا هاد الميخ هذا. راك غلط. حنا ما نصلحوش لبعضياتنا. انت من الطريق وانا من الطريق. الله يخليك مراد. ما نصلحوش لبعضياتنا ولا يصلح لك هذا. شو عليك مراد الله يخليك. اسكت الكفته اللي عندك باك شفاه كيضلي سخوان في عباد. طلق طلق اللي خوان في عباد الله. ودابا دير لي احسن حاجه كاينه في حياتي بغيتي ديها ليا. اللي تصدق راه يمكننا غير بالحوار نتفاهموا. هضر على الحوار الكفته اللي عندك. اسكت اسكت. أبدا مراد بابا. قعد قف زيد 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 هزت القجاقل ديالك يا العصبة شطي زيد هز بوقسك زيد 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 راه ضوب 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 غني حالك امك غني ضوب ضوب Thank you.
لك اخويا؟ معليش هاك تسلا ايش عطيتي عليا اليوم؟ حيت عزيز عليك كاين السيد. اش وقع؟ ورد ولدك؟ يا سيدي انا با فين هو؟ مالو سيدي اش دار؟ ياك لاباس؟ واش كاين انا ولا ما كاينش؟ كاين سيدي. سير عيطي ليه. راه مغول في واحد البيت ما كيقدر حتى شي واحد يدخل عنده لا حنا ولا اختو. اسيدي اش راهو؟ عاود نسيتيني. ما جاوبتينيش. لا معليش حسبوها لي اول مره وانا غنخدم لك نفسي لعاشر مره. انا الدكتور عثمان من واجبي المهني انني نساعدك، ولكن حتى انت خصك تساعدينا. اش قلتي؟ ما عرفت والو. ماشي المهم تعقلي، المهم هو تعرفي اش كديري دابا. خذ هاد القلم. كتبي اي حاجه كتشوفيها. شكون انا؟ فين حنا؟ اش كنديرو؟ اي حاجه.
لا دير واحد ديال واحد اش كتعرفي على حياته انا سيدي ما مدخلاش في حياتها انا اللي كنعرف عليها باللي هي كانت متازمه وكانت ما كتحملش اختها اختي حياه ضحكوا على الوضع حرام حنا ما فحالناش وما عندناش وحمد الله عمر شي واحد ما قاصنا واحده بنتي الغبره منين كتشريها الغبره ما كنشريهاش الشاف انا ما قررت باش نمنع من داك السم لأن كتجي واحد الحاله كتسهر كيولي فيها 10 دايما الله يخليك اختي الله يخليك بصحتك يا اختي علمنا بعد عليك يا بنتي انا كنعرفك من الايام وكنعرفك من اللي عندك مشاكل مع الغبره وانا غادي نعاونك وغادي ناخذك للسبيطار وغادي الدواء وغتولي مزيانه غير قولي لي كلشي والله ما كنعرف شي واحد الشاف والله ما عمري ما شفت شي غبره هنايا بنت لك شي حاجه ولا شتي شي حاجه نجي عند الكوميساري ولا بنت لك شي حاجه هاد الليله من الاحسن انك تتصلي بيا قال لك بالو شنو هو سبني على لاكارت لاكارت دقي لا هاني بخير لا شحنش واحد الحجة نعم قلت لكارت معاش نعم الحجة واخ لا كوني هاني حجة اها صف صباح الخير مريم صباح الخير دكتور ايه لاباس حالتك تحسنات غنبقى لك والو تخرجي ميرسي طبيعة الحالة دكتور راه بقاو غير الفشوش طلعي البيت ديالها تاع صح داك يا دكتور
بونجور لالا. الله يخليك لا شومبر ديالنا ديال بن علي. شكون نتوما لالا؟ حنا عائلتها. السلام عليكم. وعليكم السلام. كاين غادي يا لالا؟ غنجي سيدي. الله يجازيك بخير، عندنا واحد المعلم يمكن لك دير معكم. كاين لالا كان على ضمانتكم، علاش لا؟ سي حسن. ميرسي شيف. لالا يخطيك. هذا هو المخزن وإلا فلا. تصوروا أنا رجل تعليم خالص لوزارة التربية. لوجه الله مقر عملي في فجين عميق وبلا عنوان، وغدا وغدا عندي العرس. تصوروا بلي غدا عندي العرس بالفرحة ما قديتش نشد الكار، وطاحت عليا فكرة وانا نجبد 50 درهم بحال هكذا. ويلي أولي في 200 درهم اللي كانت معها 50 درهم. أولي أولي عباد الله أولي. ألو وي سافا؟ لا كلشي مزيان. إيه من بعد نهضر معاك. شوف لا قررت ندخل لطنجة. شوف أنا غادي نسبقكم الفيلا حتى تجيو داكوغ. يلا هاتو تالوغ. الله يعاون. أستاذ. نعم. الموطور راه سخن، نزل جيبنا شي بيدود الماء. واخا زعما انت الراجل ياك. خلي لي الزين. سعادة العميد، الخطة فشلت من جهة ومن جهة أخرى السيارة معلومة في طريقها لطنجة وجهاز التعقب توضع على يد نجا. نعم واخا احتراماتي سعادة العميد. درنا لا مازال شد فيها.
بغيتها تفيق دابا دابا. احترامات السيد العميد الممتاز المحترم، بطبيعة الحال انا في طنجة دابا، ولكن بالنسبة للأمن ديال طنجة احتراماتي، إذن دابا الآن انا غادي نتوجه لهذا المكان. احتراماتي السيد العميد الممتاز. صدامة. قول. Oh!
اش بالك سي كريم؟ انا كيبان لي السي حليم باللي خيوط القضيه بنت، وحسن اعترفت باللي ناديه ما عندها حتى شي مسؤوليه، ولكن بغينا نعرفوا شكون هما اللي داروا الاكسيده لناديه، شكون اللي حط الكوكايين وهزو، او طبيعه الحال شكون اللي هرب ناديه من الموقع. هذا بالنسبه لي انا باقي مجهول. مازال مجهول السي حليم غير الى حين. بالحق نجيبوه الى حين، نجيبوه. جاب وحده ولا ولا زاد عليها حتى صليبيه وما عنديش روشارج باش نتصل بيه. فين نمره التليفون؟ واخا عندي سي حسن خذها 075 077 96 هانت غير كون هاني. الحاجه راه في عينيا، انا راه حتى بنتي صغيره خليتها غير مع الجيران على قبل الحاجه. تهلا يا بنتي تهلا. واخا سي حسن. الو الو شكون؟ حليمه هادي؟ ايه هي هادي حليمه، ياك لاباس؟ هذا السبيطار ديال بنو سينا، بنتك راهي فيه. انت ساعة هادي؟ اويلا بنتي انا جايه دابا، انا جايه اويلا داري خرجي خرجي الزجاج ما عليا داري خرجي حمقى. وانتي مجرمة، باش درتي هاد الفيلا؟ مسحوق الشيطان اللي كتبيعي لولاد الشعب وكتقتليهم. معني معني مني بغيتي تقتليني؟ اعطيني الرجاجة اعطيني الرجاجة. خليهم خليهم
علينا. حليمة ما كايناش الحاجة، كاين انا وكاين هذا. شوف طوي لي بغيتي ابعدي مني هذا الدخان، هذه يقتلني، هذه يقتلني. بغيت نعرف فين درتي مسحوق الشيطان، فين مخبياه؟ جيتي حتى فهاد الفوج بعد كل شيء ديري الحلقة، شكون ديري لي؟ شوفي بقى شي حاجة هنايا عند راسي، أنا مشوكة فيك، عطيني الشجرة غادي نموت. هاي 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 هاي، ما صاخياش بيه، مستا عند راسك. عطيني شكون ديري؟ اما غادي تعيطي. شوفي راه الفلوس هادو، الفلوس هادو، هادو الفلوس، هادو الفلوس، الفلوس. الو شكرا. اذا دابا قريتي النظري، شوفوا التطبيقي. تفضل. كنشكركم، اليوم حالتكم تحسنت الحمد لله. معنا صديق حليم اللي هو مهتم بالوضعيه ديالكم واللي باغي يعرف اشنو هي الظروف اللي دفعتكم لهذا الاثر. اذا كنطلب من كل واحد منكم باش يحكي لنا على البدايه ديال الحاله ديالو بكل صدق وبكل حريه اللي عرفتها فيكم. الاسم ديالي لطيفه، انا نبغي نبارطاجي معكم داكشي اللي عشت. في ايامات ليسي كنا كنديروا دي سوربريز بارتي، وكان كل سبت كنا كنتلاقاو في دار واحد من الدراري، و واحد من الدراري كان ديما كان كيجيب معاه الغبره هذا مال الكوكايين. الدراري بداو كيشموا معاه من بعد، وحتى انا بديت معاهم، بديت انا غير بالضحك. شما صاحبي اي اللي نهار صاحبي ما دام جاب تبلا مره تسميت سميتو ونشط ضحكت وكنت عارف بلي ديك الضحكة تولي دم دم خارج من القلب. انا يوسف باقي عاقل، كنت في عمري 16 عام، كنا حنا ثلاثة ديال الدراري عشرانة، كل الهم ديالنا نكونوا واعرين وبانوا عايقين قدام السطات باش ناشيريوهم لينا. كان خو صاحبي تيقرا في كندا وباش تيجي تيجيب معاه الكوك.
وليت ندير شي حوايج بزاز مني ما عمري ما فكرت نديرهم، ولكن الليطه اللي كنت كنكون فيها كانت قويه عليا، كنت ما كنتش كنحس براسي كندير. الدراري ولاو كيبيعوا في الحميم. وليت كل نهار كنقلب على ديك النشاط وديك الطيره، الدوزه كتزاد والنشاط كيهود تينقص. وليت كنشفر مابقاش قديني فلوس، وليدي يعاقو فيا وليديك هادوك. بقيت مع الدراري 4 شهور تنضربو الكوك سطر مور سطر، حتى حسيت براسي وليت اكخو، وليت بغيت نعش في الليل، وليت نحلم بالكوك، خصني الكوك، الماكلة ما خصنيش، ما تنبغيش ناكل، مشات الشعية خصني غير الكوك. هضروا معايا، حاولوا معايا، الساعة اللي كدرت تخرج من هنا باش تخرج من الليل، تسوقت ليهم، حبسوني، هربت، خرجت للزنقة، حاجة تخيلة جربتها، في الآخر وليت تنسعى، نص ساعة ما ممكن ندير والو، في الدار، تلقى الوالد والوالدة ديما تيدابزو، شي تيسب في شي، ما بقى عند الحياة ديالي حتى هدف. تنخرج في الزنقة تنشوف دراري مجموعين بعضياتهم، تنتفكر راسي أنا وصحابي بلي بحال دوك الجمعيات هما اللي خرجوا عليا أنا. كنت كنشم بحق باقي كنسمع كلمة مسخوط الوالدين حشيشي، باقي كنشوف الشوفة الناقصة، شفت والدي المهرسة، شو تقول ماشي هذا هو سهيل اللي كنا باغيين. انا دابا مرضت، انا دابا حياتي ما بقى عندها حتى معنى، شندير انا شندير كاع والو، ما عندي حتى هدف، اجلس في الدار بون غيان. انا جامي ما فكرت نخرج لهذا الطريق ولا ندم، نقدر نبيع لحمي على ود شي حاجه سميتها الكوكايين. Thank you.
الشيطان لان اي واحد ما مسحق شيطان غر الشيطان وقال ارا نجرب فيها بس مرة ما داتش ما جابتش عندك تنسى من اللي من بعده واللي جاري بداتش فليا ولات مدومة ومدومة خاصة الدوفيس خاصو مصروف بشي قد سطورو قد مجاجو المستهلك جوج انواع شي عنده شي ما عنده واللي عنده بلان وبين واللي ما عنده يدوع بس لازم يبيع البليك تشد وش كل اللي خاص تشد يا الله بغينا نتهنى ومحشي جابو مصحق شيطان مشكلة هادي واش طاري كبو لفورة بدات الفطان جالت 30 درهم في النابور مصحق شيطان لأن وقت اللي كتركز طرة ديالك كيبان لك أي بلان سهل بيصارة مصحق شيطان لأن وقت مصحق شيطان كاين شيطان يا وداري طايبين كلشي باغي مصحق يا وداري طايبين مصحق محروق يا مصحق شيطان ميزانية ديال مصيبة مصروق مصحق شيطان سالة سطورة ثاني خاصة مصروق يا وداري طايبين كلشي باغي مصحق يا وداري طايبين مصحق محروق يا مصحق شيطان ميزانية ديال مصيبة مصروق مصحق شيطان سالة سطورة ثاني خاصة مصروق يا جوج تحت ظلام بالبلان هكا زير زير ضيعة تلف برا زور وش يدير شوف كليك يا وين تروب الساعة وتروب الدير طور البيضة ضالع فوق طايرة لعفوق مسحوق الشيطان الناس شقة جد مرمية بين الحيطان المصف الداري تبلات تشد الكوان مثلك حداك الدوسة تشد المسالك ناس يمين جاع شط مشرية تدوز السلعة كيف ما بغاه واختاج جاع مسحوق الشيطان وكل ساعة كرام خصو مصروف فئة بيعة همها قاع ما تربى فيها الخوف فئة تبلات ولاد الناس اللي شد بلاصة الفوق عندهم باش واللي حصل ما عندوش وقتاش الشيطان في كل المدارس عين باين ولا كوريا ولا ليست تبلا دراري وبنات جاب الفساد جاب الكآب المجتمع الناس يدينها قتيلة قاتل جيبو قاتل صحتو قاتل غيرها يا وداري طايبين كلشي باغي مسحوق يا وداري طايبين مصحوق ومحروق يا مصحوق شيطان ميزانية ديال مصيبة مصروق مصحوق شيطان سالة سطورة ثاني خاصة مصروق يا وداري طايبين كلشي باغي مسحوق يا وداري طايبين مصحوق ومحروق يا مصحوق مسحوق شيطان بودرة بيضة مقطوعة خلات تدري تلف شد الأكوان صحتها مسحوقة أكيد في العجزة ولا أتفين الصحة مشيت مرمية عند بسيكولوك ولا مركز إدمان آفك سيارت في الشباب ضاع وغير فاقة كله تقلب وار بين تروب البلية جروا الماني بلو البلان يتربط ليلة عد بزنس يتقدر صغير ولا جول غاطوز غادة وكتزيد آفة غادة وكتزيد تذاكر لي شباب مقشبة للعمر تجاه طريق المجهول ولا مرة اسطف البلية وقول فين غادي بهاد الحال هلك راسك وجار والدك والمجتمع عند البوليس عند الوكيل ولا في محكمة وزيد شباب صغار ندوز الحبس بسبب هالمانة تفلي داره هما اوفر دور